عندي سؤال، اليوم فيه كم ساعة؟ كم؟ ما أسمع. 24؟ لا غلط. كم؟ ما حد يعرف؟ صبروا شوي عجل، صبروا شوي. يا ابو الساعات، يا ابو الساعات، تعال. خبرهم كم ساعة في اليوم؟ تيك تيك تيك، 4 ساعات طبعا. منو قال 4 ساعات؟ اعطوها لي، يستاهل. تيك تيك تيك، حان وقت الهوايات المفيدة، حان وقت الهوايات المفيدة. وقت الهوايات، عجيب. مشينا الملعب. يلا. لحظة، وين رؤية؟ بروح النابولي. ليش ليك تروح النابولي؟ تدحن في القرار، بالتالي ترجع بيتكم وتستحمق عليك امك. خلي صبي يروح يلعب كرة علشان ينشط روحه. تبي تلعب كرة؟ انت تأمر امر. بلاي ستيشن، كمبيوتر، تلفون، كل شيء متوفر هنا. عجل خلنا شوي نلعب بلاي ستيشن وتاني نروح الملعب لو سمحت، ارجوك. تيك تيك تيك، حان وقت التواصل، حان وقت التواصل. لحظة، خلصت الهوايات، الحين وقت التواصل. وش بتسوي يعني وقت التواصل؟ بطلع ويا ربعي، أول شيء بنحضر فعالية ثقافية بالتعليم، بعدين بنطلع نتعشى. فعالية ثقافية؟ اكو عندي جيبك مباشر وانت قاعد في البيت ومرتاح، بس الحال ما يبالي. انت خبرني، والعشاء في لعبه مباشر بعد؟ تفكيرك مال الاول انت، الناس الحين تطلب العشاء اوردر من طلبه، ما يبالي. والله العظيم حيرتوني اثنينكم، اروح لو اقعد، اروح لو اقعد، اقعد ولا اروح؟ وايش رايكم شباب، اروح ولا اقعد؟ اقعد ولا اروح؟ والله العظيم حيره. تيك تيك تيك، حان وقت العباده، حان وقت العباده. شفت يا التلفون، خسرتنا، لا رحنا ولا قعدنا ولا تعشينا، ضيعت وقتنا على الفاضي. انا الحين متوتر حدي. الا بذكر الله تطمئن القلوب. جيب السجادة. لحظة، أنا بعد أقدر خليك تصير رجال مؤمن. تبى قرآن موجود، أدعية بالمئات، محاضرات بالآلاف في الإنترنت. بتصلي عنه بعد يعني؟ ايه عادي، اي صلاة تبين. ترى كل شي الحين يستوي بالذكاء الاصطناعي، تركع تسجد التلفون يقول عنك. ما سمع. ويش الحج السنة هذه السنة بيسوونه اونلاين عاد. هذه قوية واجد. جيب السجادة. تيك تيك تيك، حان وقت التواصل، حان وقت الدراسة والعمل، حان وقت الدراسة والعمل. ضحكني، الدراسة والعمل بالذات اثنينهم صاروا أونلاين شكرا للكورونا. أنا موافق تعلم أونلاين، تعلمني؟ إي أكيد، وش تبغى تعلم؟ افتح جوجل. زين. فتحت. اكتب تنظيم الوقت عند الإمام الكاظم عليه السلام. تنظيم الوقت عند الإمام الكاظم. اقرأ. عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: اجتهدوا في أن يكون زمانكم 4 ساعات. إيه، وش الساعة الأولى؟ ساعة لمناجاة الله. طبعاً هذه ساعة العبادة اللي شغلتنا عنها يا إبليس الرجيم. إذا كمل، وش الساعة الثانية؟
وساعة لأمر المعاش. وطبعا هذه ساعة الدراسة والعمل. إذا كمل وش الساعة الثالثة؟ وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن. وطبعا هذه ساعة التواصل اللي ضيعت علينا، لا رحنا ولا قعدنا ولا تعشينا. إذا كمل وش الساعة الأخيرة؟ وساعة تخنون فيها للذاتكم في غير محرم. وحسرتاه بس، وحسرتاه على ملعب النابولي. أنا أستسلم، لا في ساعة للتلفون وأنا أسوأ اختراع اخترع البشر. تعال 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 تعال. نعم. أنت مو أسوأ اختراع، أنت من أفضل الاختراعات اللي عرفناها في هالزمن، أنت نعمة من الله علينا. توك الحين تقول هالحكي؟ وانتون اثنينكم من ساعة الحين تتحطمون عليي. شوف أنا عندي صفقة وياك. وش هي؟ أنا بشغلك عندي بارت تايم، يعني عمل جزئي مو دوام كامل. يعني وش ما فهم؟ يعني النادي عليك تقضي كم شغلة وتتوكل على الله، وقت بسيط شوية وتروح، مو تبسط ويانا طول اليوم وتبوق وقتنا كله، يعني رحم الله من زار وخفف. أنا موافق، من عيوني هذه قبل هذه، وسامحوني كلكم، لا أنا حرامي ولا جيت أبوق أوقاتكم الأربعة الطبيعية وأبدلها، بالعكس أنا مستعد أعينكم عليها، لكن ويش؟ بشكل جزئي، يعني بارت تايم. وأنا مستعد أول شغلة مفيدة أقدمها لكم أن أول ما تفتحون تلفوناتكم بذكركم بالصلاة على محمد وآل محمد.